السور مكانك فاضي على هالمطعم اللي كنا نين لك الأسبوع. يلا إن شاء الله هالأسبوع إحنا هني يوم الخميس أو الجمعة هني هني نتعشى. غيلي حبيبي يقول ما أحس إن في وناسة الحلو أودي مكان يستانس. شوف اللي هناك. لا لا والله ما راح استانس. محل رياضي. لا والله ما أبي غالي أفضل. محمد تلعب معي لعبة تحدي؟ لا والله ما ألعب أنا يا يمين محمود صراحة. ليش مستانسة أنا؟ والله ما عجبني الوضع كلش. بالعكس والله. والله العظيم زحمة. وكل مطاعم ماكو شيء يعني. بالعكس مو ناقصه يعني وبعد وين عندنا ثاني ماكلين بلا يعني ما عندنا اماكن مثل ترفيهيه ما ترفيهيه هم ترفيهيتنا بالاكل يلا بالعكس مو ناقصه لا مو عاجبني الوقت كلش كلش خلاص ان شاء الله خلي يصير عندك مشروع افتح لك مشروع ملاهي خل نروح نلعب فيه اوكي الحين امي وزهره وملاك والربع كلهم جايين بالدار واخترعت بطق مطر بطق مطر بطق مطر بعد شوي اسراء مكانك فاضي يا اسراء يعني المطعم اللي انا معاك رحنا اسراء طبعا 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 انتوا مطعم ربيان رحنا مطعم ربيان لا ما رحنا نشوفه ملاك انا وين كليتوا انا كليت من كبابجي ليش ما كليت الربيان انا بروحي اكل عمركم شفتوا واحده تشرب شاي مع اش هذه انا امي من كثر ما تعشق الباذنجان طلبت لها باذنجان باللحم وين هي باذنجان باذنجان خلاص لا تروحين عند وجهك ليش لحد الكويت؟ اه اكلم. شوف انا ما حب اطلع معاها. قلت عبان ليش ما حب اطلع معاها؟ زين؟ معاها. يعني تدلع معاها. نفس الشرطة. شرطة معاها. حراكم. ايش باذنجان؟ هذا حمسة باذنجان ولا حمسة؟ صدق برد؟ يما ينفع كلك انفع مشغول. الا ناطرت لي النافوره كنا نطرتينا وايد يا خيا او شلونك ذاكرت هاي ما قلت لك تعالي سيتي سنتر طيب يا اسم الربيع شال كبار لو وياي ايت وذ مي شنو قالوا عفوا تيجي ما نسوي دايت انا مو باين باين أمي الحين قاعد تقول أنا اليوم سبت أنا فري يعني فري اليوم رجيم ما أدري أي لغة تتكلم أمي تخاف من البرد الوالدة تخاف من البرد أبي شباصة قام تمطر قام تمطر مو زين تلفون الشباب ليش شو يصير؟ لا تصير هذا يفرق على مخك مخك يا تلفون ليش أنا قاعد تبرد يلا محل سويت عشان نصبر لا ما في طبعًا قاعد تمشى بالمطر كنا فيلم هندي وين ريلي تعال يا عصام أنت فاطر سكينة شلونكم حبيبي خلي ولي شنو خلي ولي يوسف حبيبي إيه يوسف يوسف عطحك فطومة يوسف عطحك فطومة حبيبي شاطر يوسف مستانسة طالبة فراولة اللي على كاكاو ها؟ إلا تطلبي لي ليش جايبتني؟ إلا الحين تطلبي لي فراولة كاكاو. الحين تطلبي لي فراولة، قلت لها زين طلبت الحين فراولة كاكاو. زعزع علي وراس الفراشات اللي فوقي زعل ترى اقول حق امي يما يما شوف محمد كل شوي يقعد يتحطم علي صوري
أكل دايت ها؟ ما رأيلي إيش رأيك؟ مو شيء؟ ها أمي إيش رأيك بنتك؟ إيش رأيك بنتك؟ لا عزمتك إيش رأيك فيني؟ يس يس شوفوا شلون انا مرتين بس خلاص كافي لا تردين قدام الناس ليش طايرين ليش طايرين ليش طايرين ليش طايرين ليش طايرين ليش طايرين ليش انت اذا وكلتك تردني؟ لا ما ردت انا سجل لا لا توكلني بس لاني طولت ما ردت بس طولت شوف ايش الزين رايلي معاي فري نفس رايلي يقدر اذا ما تردين على برا اللي داقه على امي عشان اللي داق على امي عشان تعرف عندها باكر مدرسه ولا لا ترى امي مو وزاره التربيه تعرفين الاخبار يعني حطوا بالاخبار ايش تبي؟ عليك بالعافيه قولي لها باكر مدرسه ولا لا؟ ردت على ولدي اسكت شوفوا نبع الحنان شوفوا مني نبع الحنان نبع الحنان راقات شربنا محمد قهوة؟ ما عجبته لأن فيها مسمار وايد يقول مسمار مو حلو شو يصير فيك إذا نشلتك وحطيت الفاتورة تدفعين أنتي؟ تدفعين عادي؟ سبعة وتسعين 97 أبو مطرة نفس هذه 97 97 شوفي ريلي ليش جاوب وانت ما جاوبتي قولي لي ليش مو تاريخ شنو تاريخ عيد نفسه تاريخ عيد نفسه سمعت ايش قال لك سمعت ايش قال لك اتذكر كان مره صار غريب 97 كان كنت صغيرة أنت ما شفتي يلا يا ماما فاتورة هذا يلا فاتورة سامية فلوس سامية فلوس 13,850 فلوس زوجة تقولين عادي أدفع تبين تكوي أمي راحت سوي باي باي يما